آخر على ما يبدو في طريقه إلى الواقع، حيث أعلن علماء الفلك عن اكتشاف كوكب أطلقوا عليه إجليسي 581، ويشبه الأرض وبمقدوره تأمين الأوضاع الأساسية المطلوبة للحياة، إذ يحتوي على مياه سائلة، كما أنه متوسط الحجم من حيث شكل سطحه والجاذبية والغلاف الجوي. ويقع الكوكب الجديد في وسط ما يشار إليه المنطقة المعتدلة القابلة للسكن، على خلاف الكواكب 500 الأخرى التي اكتشفها العلماء والتي يقع مقرها خارج النظام الشمسي للأرض، ويقع في المنطقة المجرية المحاذية للأرض. تكمن أهمية هذا الاكتشاف بأننا للمرة الأولى وجدنا كوكبا يمتلك الحجم المناسب والمسافة المناسبة ويحتوي على مياه سائلة وغلاف جوي ضروري. كل 37 يوما تدور الشمس في فلكه، كما أنه لا يدور إلى حد كبير، لذا يبقى أحد جانبيه مضيئا باستمرار والآخر مظلما. ووفقا للمكتشفين من جامعة كاليفورنيا، فإن درجات الحرارة تبلغ 170 درجة، وتصل برودتها إلى ناقص 25 درجة تحت الصفر. لا نعلم بالضبط ما إذا كان يحتوي سطح الكوكب على مياه، وما هي نوعية الغلاف الجوي الخاص به، هل هي من مادة الأمونيا أم من الغازات التقليدية من الأكسجين أو ثاني أكسيد الكربون، لكن هناك أسباب تدفعنا إلى الاعتقاد بوجود فرصة للحياة هناك. ويدور الكوكب في مدار حول نجم أحمر، ويبعد حوالي 120 تريليون ميل، ويحتاج من المركبة الفضائية عدة أجيال لبلوغه. قد تبدو المسافة بعيدة، ولكن على معدل مقياس الكون الكبير يعد الكوكب قريبا للغاية. منى دريباتي، العربية. مقتنيات ملك البوب الراحل مايكل جاكسون تلقى رواجا كبيرا في المزادات. آخر هذه المقتنيات قبعة اعتمرها الفنان خلال حفلة أحياها في نيس الفرنسية عام 1988، وبيعت مقابل 14,000 يورو. والقبعة رماها المغني في نهاية الحفل، والتقطها أحد المعجبين واحتفظ بها حتى قام ببيعها. توفي الممثل الأمريكي توني كيرتيس عن عمر ناهز 85 بعد معاناة طويلة مع المرض. وترشح كيرتيس للنجاح